حياكم الله واهلا بكم في القسم الثاني من نشرة هذا المساء. انطلاق أعمال الدورة الصيفية للكنيسة في إسرائيل هذا العام ليس كأي عام، فمن ناحية حضرها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي الذي قال إنه تجب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة على خلاف رغبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. من ناحية ثانية يحتدم النقاش بين ائتلاف الحاكم والمعارضة على خلفية التعديلات القضائية. خطة التعديلات هذه على الأغلب سيؤجل النقاش حولها من جديد إلى نهاية الشهر، أي ريثما تمرر الميزانية، حرصا على عدم إثارة الخلاف في صفوف الائتلاف حسب اعتقاد مراقبين. وسط انقسام سياسي حاد تشهده إسرائيل، عقدت الكنيسة جلسة لافتتاح الدورة الصيفية وعلى جدول أعمالها ملفات ساخنة، بدءا من قانون إعفاء الحريديم من التجنيد للخدمة العسكرية في الجيش وحتى قانون دراسة التوراة، قوانين ستصب الزيت على نار الاستقطاب، الاحتجاجات في الشارع التي لم تعد حكرا على معسكر واحد تشتد هي الأخرى، فيما يراوح الحوار بشأن التعديلات القضائية بين الحكومة والمعارضة مكانه، أمر يعمق أزمة الثقة الموجودة بين الجانبين اللذين يشككان بنوايا بعضهما البعض، وكأن عدم الجدية في الحوار مصدرها أن الهدف منه كسب الوقت وإسقاط الواجب. تطورات تؤدي إلى اتساع الفجوة بين أكثر حكومة يمينية في إسرائيل والإدارة الديمقراطية الأمريكية، حيث حل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي ضيفا على الكنيست، فيما اعتبر محاولة من خصوم بايدن لإلقاء طوق النجاة لنتنياهو وحفظ ماء وجهه. وإن كان مقصد الجمهوريين من ذلك هو إحراج بايدن في سياق السجال السياسي الأمريكي، فإنه وبدون شك قد يؤثر على مجريات الأمور في إسرائيل. ينضم إلينا من القدس مراسل آي 24 نيوز رازي تطور. رازي، السؤال الأهم الذي يطرح الآن مع عودة الكنيسة إلى أعماله، هل سوف يعود النقاش والتصويت على خطة التعديلات القضائية؟ وفي حال كان الجواب لا، ما الذي يعيق ذلك أو ما الذي يؤجله مرة أخرى برأيك؟ نعم يا بشر، استطيع ان اقول انه حتى اللحظه غير مطروح بنود هذه الخطه على جدول اعمال الكنيست في هذه الدوره، ولكن هي كبيره ايضا. المفاوضات لدى الرئيس الاسرائيلي حول خطه التعديلات القضائيه آجلة للتفجر في اي لحظه، في ظل الهوة الواسعه بين المعارضه من جهه والائتلاف. نتنياهو يقول انه يرى فرصه للتوصل الى تفاهمات، لكن اليوم شهدنا احد قاده المعارضه ووزير الامن السابق بيني جانتس يقول ان المفاوضات لم تحرز اي تقدم. هذه المفاوضات استمرت ما يقرب من أكثر من 4 أسابيع بشار، وحذر من المماطلة. لكن في المقابل أيضا هناك أصوات في المعارضة أيضا داخل الائتلاف وداخل حزب الليكود وكذلك الحراك الاحتجاجي لا يعول على هذه المفاوضات، وأيضا هناك خلافات داخل الائتلاف، ائتلاف نتنياهو وكذلك داخل حزب الليكود، بحيث أن هناك أصوات تطالب ومتمسكة بالمضي قدما في هذه الخطة. نتنياهو يتمسك بالحوار كونه نسبة إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ضد هذه الخطة بشار، ولكن نصب أعين نتنياهو في هذه المرحلة، نتنياهو لا يريد الدخول إلى صراعات جديدة في ظل الصراع المحتدم أصلا، نصب أعينه نحو تمرير ميزانية الدولة، كونه في حال لم تمر هذه الميزانية حتى الشهر القادم ربما نكون أمام انتخابات بشار. هذه الميزانية تضمن استقرار سياسي لحكومته وأيضا مواجهة تحديات اقتصادية، لكن العائق في هذه المرحلة أمام نتنياهو لتمرير هذه الميزانية هو شركائه الحريديم الذين يطالبون مقابل التصويت على هذه الميزانية بشار بعض المطالب المتعلقة بقانون التجنيد، تبكير خروج الشبان الحريديم من الجيش، اليهود المتزمتين خروجهم، وهذا فعلا اليهود المتزمتين، وهذا وجه صراع أيضا في إسرائيل، بحيث أن العلمانيون في إسرائيل وكذلك المعارضة تتهم الحريديم بأنهم عبء على هذه الدولة، وهذا وجه من أوجه الصراع أيضا بما يتعلق بخطة التعديلات القضائية بشار. بعجالة أيضا رازي، كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي حضر اليوم وألقى اليوم خطابا، ما الذي حمله من جديد وملموس لإسرائيل وفيما يخص العلاقة الإسرائيلية الأمريكية التي يبدو بأنها لا تمر بأفضل أحوالها حاليا؟
نعم بشار، أبرز التصريح أستطيع أن أقول ربما هو أبرزهم هو تصريح حول قال أنه في حال لم يتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم هو بدعوته إلى الكونغرس، وهذا ربما تحدي واضح للإدارة الأمريكية في ظل التوتر الأخير بين حكومة نتنياهو وكذلك إدارة بايدن الديمقراطية. وهذا يذكرنا أيضا بالتوتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية في عهد أوباما، وأيضا هذا أيضا يجسد العلاقة القوية لنتنياهو مع الجمهوريين، هو منحاز للجمهوريين وكذلك العكس، هو يؤمن أصلا أن التيار التقدمي في حزب الديمقراطي المتمثل بإلهان عمر ورشيدة طليب وغيرهن يسيطر أو يفرض أجنداته على الرئيس الأمريكي جو بايدن. وربما الهدية الأكبر لنتنياهو بشار حالة تبدلت الإدارة الأمريكية وعاد الجمهوريون إلى سدة الحكم، هذا سيسهل على نتنياهو تمرير العديد من المشاريع بشار بطبيعة الحال. صحيح، هذا ربما ما تعول عليه هذه الحكومة أي تنتظر ريثما تنعقد أو تنظم الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أشكرك رازي تطور مراسل آي 24 نيوز، كنت معنا من داخل الكنيسة في القدس، وأرحب هنا بضيوفي السيد حازم الغبرة المستشار الأسبق في الخارجية الأمريكية وكذلك رئيس مجموعة فرونتيرز الاستشارية من واشنطن، ودكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، ودكتور إدي كوهين دكتور مئير من القدس، ومن تل أبيب دكتور إدي كوهين المحلل السياسي. دكتور إدي، سمعت ما قاله لما قاله مراسلنا، نقل وذكر بما قاله زعيم حزب مخانيها المملختي المعارض بني غانس الذي قال إن المحادثات لم تؤدي إلى أي مكان، والحكومة الحالية تستخدم على ما يبدو أسلوب المماطلة و لن يسمح لها بأن تمرر الخطة القضائية بالزمان والمكان المريحين لها. ما ردك على هذا الكلام؟ يعني غانتس بيذكرني بشوية بإلقاء ببعض القضاة من حركة حماس وفتح وعنتريات وما بعرف شو. يعني هذه عنتريات، لقلك ليش؟ من له الأغلبية في دولة ديمقراطية؟ أنا ما بتكلم هلا عن دولة مثل السودان أما من دولة أخرى، ما الأقوى؟ أنا أتكلم عن أغلبية ديمقراطية قانونية، هو يمكنه أن يمرر جميع كل ما يريد. لكن مع ذلك اليوم اليهود والإسرائيليين اكتشفوا شيء جديد، اكتشفوا قوة النزول إلى الشارع التي تعلمناها من جيراننا العرب من الربيع العربي. يعني اليهود والإسرائيليين كل شغلة هلا بيطلعوا بالشارع، سمعوا خطاب نتنياهو نزلوا مبارح على تل أبيب مئات الناس، يعني حبوها هاي القصة. لذلك الآن نحن في مفترق خطير، في تملق أمريكي لإسرائيل من شان الانتخابات. يعني الآن سوف يحتدم الصراع بين الديمقراطيين الجمهوريين عن من يدعم أكثر إسرائيل، كله تملق وخبث ونفاق. هذا أول شيء واحد. ثانيا هناك يعني الأزمة الإسرائيلية، الأزمة الداخلية تتوسع شيئا فشيئا. الآن نحن بالصيف والمظاهرات حتكون أكثر وحتكون ساخنة أكثر، ولذلك أنا أقول إنه يعني الأزمة لن تنتهي حتى لو نتنياهو قرر أن ينهيها، ما بيقدر يعملها. في كتير عراقيل، المستشارة القانونية سوف تضع العراقيل، المحكمة العليا ستمنعه، المحكمة التي هو يواجهها، يعني في كتير عراقيل. الأزمة ستستمر وأنا يعني متشائم الصراحة. طيب دكتور مئير، اليوم الائتلاف ومع انطلاق الأعمال أعمال الدورة الصيفية للكنيسة قال جئنا لتمرير هذه الخطة، وأنتم أي المعارضة بسبب تصرفاتكم عزلتمونا وأقمتم فرعا لبي دي اس أي حركة المقاطعة لإسرائيل. ما ردك على هذه الاتهامات التي أطلق الائتلاف اليوم تجاه معارضيه؟ هذا الكلام، تحياتي لك أستاذ بشار وضيوفك الكرام. هذا الكلام مردود عليه، أولا أنا لا أمثل هنا المعارضة ولكن نحلل بشكل موضوعي. أنا أعتقد أنه الحكومة اختارت هذا المسلك، مسلك أنت من حزب العمل وحزب العمل معارض ولو أنه لا يشارك حاليا في المفاوضات. نعم نعم،
لكن الحكومه هي اختارت هذا المنطق. طيب مصري يوم معارض يوم مش معارض، فهمنا انت شو عمل امريكي محلل محلل طيب. محلل نستمع محلل موضوعي غير مؤدلج على قناه طيب. 24 نيوز، وانا ارفض تماما خطابك التحريضي وتشبه رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الاسبق السيد بيني غانتس واحد اقطاب المعارضه اليوم بحركه حماس الارهابيه المجرمه. هذا كلام غير لائق على الاطلاق، وتقلل وتصغر من السودان، وسودان جار لاسرائيل وصديق لاسرائيل، ولدينا اليوم مع السودان علاقات متناميه، ونتمنى لهم كل الخير وان يخرج السودان من هذه الازمه الذي هو فيها. وبالتالي انا اقول نحن يجب علينا ان نفهم هذه الحكومه للاسف الشديد هي تمثل مصالح ضيقه، هي اختارت مسلك الشعبويه. السيد نتنياهو اليوم رهينه لمجموعه من المتطرفين غير الكفؤين. الاشكاليه في المتطرفين ليس كونهم راديكاليين هو فقط، ولكن لكونهم يفتقر الحد الادنى من الكفاءه. تصور انه بعض الصبيان الذين ليس لديهم اي خبره ولم يخدموا حتى بالجيش او تهربوا من الجيش او الجيش رفضهم بسبب خلفيتهم. نعم. دكتور مير، هذا بشكل عام، لكن اليوم نتحدث عن اليوم الائتلاف قال قال اليوم جئنا لنمرر الخطه. برايك هل هذا ما سوف يحصل؟ لاننا نسمع بوادر لعكس ذلك. لن يستطيع أن يمرر الخطة لعدة أجزاء. أولاً أنا أقول أنه من يقول أن إسرائيل تعلمت التظاهر من الربيع العربي، أولاً هذا غير صحيح، لأن حق التظاهر مكفول دستورياً في إسرائيل قبل الربيع العربي، وهو مكفول كذلك في العالم العالمي لحقوق الإنسان عام 48 صدر الأمم المتحدة، وبالتالي وإسرائيل موقع عليه، وبالتالي هذا كلام غير لا علاقة بالربيع العربي. ثانياً الربيع العربي كان ربيعاً مباركاً، شعوب عربية حرة تتوقي الحرية، شأنها شأن الشعوب العالم ليس الحر. موضوعاً دعني أتوجه قليلاً للسيد حازم، لأنه مرة أخرى هناك نوع من الـ يعني عبادة الحكام الدكتاتوريين والقول بأنها أو من ناحية الديمقراطية ليست قيمة عليا، وثانياً جيران إسرائيل وأصدقائنا العرب يعني الديمقراطية هي بالنسبة لهم وهم لا. كذا كلام طبعاً دكتور ميسا سوف أعود لك، دعني أنطر فرصة للسيد حازم. السيد حازم، بايدن رافض لاستقبال نتنياهو في هذه المرحلة على الأقل، ولو أن البيت الأبيض قال قبل قليل نحن نريد استقباله لكن ليس الآن، لكنهم مكارثي يحط ضيفاً في إسرائيل وتحديداً في الكنيسة وتقول يجب دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس. هل يعتبر هذا تحديا ما من الكونغرس تجاه البيت الأبيض؟ سيد الكريم شكرا على الاستضافة. طبعا تحدي واضح، وهذا التحدي يعني منطقي ومقبول ومتوقع. عندما نتوجه نحو الانتخابات الأمريكية سنرى تحديات كهذه وأكبر حتى، لكن يعني رد سريع وتوضيح لما قاله السيد إيدي كون في نهاية المطاف. يعني قال أن زيارة مكارثي هي نفاق وتدليس، واستعمل كلمات سيئة، هو خطابه شعبوي إيدي، ما لا أعرف لماذا، لكن في نهاية المطاف هناك مقايضات سياسية واضحة. نتنياهو يحتاج أن يكون في واشنطن اليوم ليظهر أنه الرئيس القوي ورئيس الوزراء القوي، وأيضا الحزب الجمهوري يحتاج إلى نتنياهو، لأن نتنياهو يأتي معه قوة اللوبيات الإسرائيلية والمجتمع اليهودي في الولايات المتحدة الذي هو قوي سياسيا وماليا. فهناك مقايضة واضحة، وأي أحد يعني ما يسمى politics 101 يعني بداية دراسة السياسة تقول لك أن هذا التصرف هو تصرف سياسي صحيح من الطرفين، خصوصا أن مكارثي يظهر نجمه اليوم بعد مخاض عسير لوصوله إلى رئاسة مجلس النواب. الآن ينجح مكارثي داخليا وبدأ بالنجاح خارجيا، فهناك عملية سياسية تجري في الولايات المتحدة يستفيد منها الطرف الإسرائيلي ويستفيد منها الجمهوريون، والعلاقة دوما كانت يعني جيدة من الطرفين، وهناك مقايضات يومية كانت بين الطرفين لعشرات السنين. يعني الرجاء أن لا يقال أن هذا نفاق، هناك صداقة وهناك علاقة قوية بين الجمهوريين واليمين الإسرائيلي واضحة جدا وتستمر،
وهذا يعني زيارة مكارثي اليوم هي جزء منها. لكن في نهاية المطاف هناك مشكلة أكبر من يعني يجب عدم تشتيت الانتباه بهذه المقايضات السياسية، لأن هذه مقايضات محدودة بالقوة السياسية. لكن هناك مشكلة تقنية اليوم في إسرائيل، وهناك تخوف كبير جدا في الولايات المتحدة أن يكون الشريك الأكبر والأقوى والأفضل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ضعيفا داخليا ويتفتت داخليا نتيجة يعني قرارات سريعة وغير مدروسة. قلتها قبل وكان إيدي كوين معي في الحلقة المرة السابقة، هناك ضرورة للعودة إلى طاولة الحوار وتشكيل لجنة لدراسة هذه القرارات يشارك فيها الجميع. يعني هناك يجب أن يكون عملية استشارية يشارك فيها الجميع. عندما دخلنا في هذه الدوامة في الولايات المتحدة كان هذا الحل الوحيد. أتمنى أن يكون هذا الحل ناجحا لإسرائيل أيضا. دكتور إيدي، أعود لك. الخلاف ليس فقط بين المعارضة والائتلاف، هناك مؤشرات الخلاف داخل الائتلاف وقناعة أن نتنياهو بنفسه يريد دفن الخطة القضائية وتأجيلها ربما إلى ما لا نهاية. سمعت اليوم ما قالت عضو الكنيسة تالي غوتليب، قالت أن الخطة ماتت. ما رأيك أنت؟ يعني في تضاربات بالموقف. أنا شاركت في المظاهرة نهار الخميس وكان في حوالي أكثر من 600,000 شخص، أكثر من نصف مليون شخص، وأنا سمعت الوزير ليفين وزير العدل قال بالحرف الواحد ماضيون ولن نتوقف. يمكن هي ملعوبة ما بين نتنياهو وريفلين مثل البوليس، تعرف الشرطة واحد، ويمكن ويمكن أن تكون دعوة لنتنياهو بأن أنت أمضي قدما في الخطة بحسب ما قال البعض. لا، أنا أعتقد أنه نتنياهو يعني ملعوبة بيناتهم بدون ما ندخل بالتفاصيل وبدون بدي رد على ضيفك من أمريكا. شوف، نحن في إسرائيل نعلم جيدا بأن الأمريكي لما بياخد الطيارة بده يجي على إسرائيل مش بسؤال سواد عيون إسرائيل. الكثير من الحالات هي لكسب الأصوات، لكسب يعني تعرف الآن الانتخابات. يعني يمكن أنا مش politically correct مثلك أما مثل الأمريكان، لكن يعني الآن بنشوف الأمريكان كلهم يتدفقون إلى إسرائيل. شوف، نحن في إسرائيل نريد ترامب رئيس الجمهورية، نحن مع الجمهوريين. يعني هذه قلبا وقالبا، وحتى لو ترامب إذا ترشح هون أنا سأنتخبه، كلنا كل شعب إسرائيل سينتخبه، مش بس لرئيس حكومة بل ملكا لإسرائيل. يعني نحن وترامب منحب ترامب كثير، لكن أنا بتكلم أكثر إنه هلأ الآن الديمقراطيين يعني ما بدي فوت بالتفاصيل سيتدفقون إلى إسرائيل لكسب الصوت اليهودي وإلى آخره، ولا أقصد أن أجرح أي حدا هنا. دكتور مئير، قضية تجنيد الحريديم أو اليهود المتزمتين الأصوليين تتجدد. لبيد الآن زعيم المعارضة يائير لبيد يتحدى القانون الذي يودون تشريعه، ألا وهو خفض سن تسريح الحريديم من الخدمة العسكرية، ويريد أن يقترح قانونا آخر يجبرهم على الخدمة. لكن على أي أساس يتحداهم بهذا الشكل وهو ليست لديه الأغلبية في الكنيسة؟ يعني أستاذ بشار، قبل أن أجيبك، أنا أرفض طبعا كل ما قيل، وأؤكد على أن نحن في إسرائيل لا نتدخل على الإطلاق في الصراعات السياسية القائمة في الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة لا تتدخل في شيء. ليش ما نتدخل؟ دكتور إيدي، نسمع لي دكتور مير. إسرائيل ضرب على أولا بالولايات المتحدة كقوة حليفة لإسرائيل، وثانياً مجتمع. يا دكتور إيدي، دعنا نسمع لدكتور مير، لم يقاطعك، دعنا نسمع له. مع الاحترام والتقدير لسيد ترامب وما قدمه لإسرائيل من خدمات جليلة نشكره عليها. فيما يتعلق بسؤالك أستاذ بشار، أنا أريد أن أقول أولا السيد لبيد في موقعه كرئيس للمعارضة النيابية في إسرائيل هو طرح رؤيته، وهي رؤية حزبه، وهي رؤية قوى الوسط واليسار بشكل عام. هل هو سوف ينجح في فرض رؤيته؟ أنا لا أظن، لأنه طبعا ليس لديه أغلبية، والأغلبية هي في يد الائتلاف الحكومة. ولكن أنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأقول لا غضاضة في أنه رؤية السيد لبيد لا تنتصر في نهاية المطاف. الصراع هو صراع سياسي مشروع
وأنا شخصيا كمئير مصري أنا أحترم شرعية الحكومة وشرعية السيد نتنياهو كرئيس الوزراء، والانتخابات التي آتت به إلى السلطة هي انتخابات نزيهة، وهذا الموضوع مفروغ منه، ولا بأس على الإطلاق في أن تظل هذه الحكومة الفاشلة بفشلها بعبلها تحكم 4 سنوات، لأنه هذا القانون وأدي الله وأدي حكمته. ولكن هناك فرق كبير للغاية بين الصراع السياسي وبين الأزمة الدستورية التي أدخلتنا فيها الحكومة. نعم. أي أنه دكتور مير أنت تتحدث بشكل عام، لكن أنا أريد أن أتحدث عن الأحداث التي جرت اليوم. عفوا مقاطعة، الأحداث التي جرت اليوم، يعني الخطة القضائية شيء، ولا نتحدث عن قانون يخص اليهود المتزمتين بعبارات أخرى يريد أن يعفيهم من الخدمة، الأمر الذي سوف يفجر نقاشا وجدالا وأزمة جديدة في إسرائيل، لأنه لطالما في السنوات الماضية كانوا يريدون أن يخدموا تدريجيا في الجيش، والآن تأتي هذه الحكومة تريد بعبارة أو بشكل أو بآخر إعفاءهم من ذلك. هناك صراع في الرؤى والمصالح بين الأغلبية التي النيابية اليمينية التي تحتوي على الحزبين الحريديين اليهودين المتزمتين، ومن ناحية أخرى المعارضة في إسرائيل. ولكن هذا صراع سياسي تحت في يخضع لأسس معينة وقواعد معينة وفي إطار الدستور والقانون والأعراف المتعارف عليها في إسرائيل. ولكن الخطة الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية بين هلالين، ما يسمى زور وملتان بإصلاحات قضائية، هذا الموضوع آخر، لأنها هنا الصراع هنا ليس صراعا سياسيا، وإنما الأزمة ليست أزمة سياسية وإنما أزمة دستورية. الحكومة ليست في صدام مع المعارضة أو مع الشارع فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية بين هلالين والتعديلات القضائية بالأحرى. نعم. وإنما هي في صدام مع الدولة. نعم. الحكومة في صدام مع الدولة، خلافات مع جوهرية، مع قوانين. نعم. أساس، مع القضاء، مع الشرطة، مع الجيش. طيب. مع الدولة كدولة. نعم. وليس فقط مع المعارضة أو مع الشارع، هذا هو الفرق. نعم. فرق كبير وهام. نعم، الخلاف ليس فقط سياسي وإنما جوهري، وأيضا يتعلق بتعريف الدولة ومفاهيمها الدينية والدستورية وإلى ذلك. سيد حازم، كلام مكارثي اليوم وصفه البعض بأنه كان متملقا زيادة عن اللزوم، خطابه إن استمعت له في الكنيسة لم يتطرق إلى الأزمة الداخلية الإسرائيلية ولم يتطرق إلى أزمة بايدن نتنياهو، لماذا برأيك؟ يعني لم يدخل في صلب الموضوع. كما قلت سيد الكريم، مكارثي أتى إلى هذا المنصب بعدما خاض عسير ويحاول يعني إرضاء جميع الأطراف، وهو داخليا في الولايات المتحدة نجح في إرضاء الأطراف واستطاع تمرير العديد من القوانين الذي يعتقد الكثيرون أنها من الصعب أن تمر. فهذا طبع مكارثي. مكارثي هو شخص يبتعد عن الخلاف ويتجه نحو نقاط الاشتراك أو نقاط التقاطع، و يعني كما يقول أخواننا المصريون إنسان ينجز، فيريد إنجاز شيء، يريد أن يفعل شيء ولا يريد الخوض في مشاكل ليس لها نهاية. يعني من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية والمعارضة الإسرائيلية لا تستطيع الوصول إلى حل أو بداية حل، لن يستطيع مكارثي لا فرض ولا تقديم شيء. صحيح. يفيد، فهو يعتقد أن ما يفيد الآن هو جذب الأطراف الإسرائيلية إلى الحزب الجمهوري، وهذا حقه، وهذا يعني هذا جزء من مهمته. هو انتخب كرئيس، هو عين رئيسا للبرلمان. نعم. أو مجلس يعني النواب الأمريكي لهذا السبب، فهو يعني يفعل ما يجب أن يفعله وهو ناجح في هذا. يعني فضل. مصلحة أمريكية انتخابية بالمقام الأول. طيب سيد حزم، أريد أن أبقى معك. أيضا مكارثي تعهد بالعمل ضد إيران التي اتهمها بأنها تنشر نفوذها وأسلحتها وقواها في دول المنطقة، لكن كيف يمكن ذلك وإحنا نحن نرى أن الولايات المتحدة تأخذ خطوات إلى الوراء في المنطقة؟ طبعا الولايات المتحدة تأخذ خطوة للوراء لأكثر من سبب. شركاؤنا في المنطقة لم يعودوا شركاء بالمعنى التقليدي، نحن نخسر شركاء في المنطقة، وهذا يعني يلقى اللوم على بايدن وحتى الشريك الإسرائيلي لدينا مشكلة معه اليوم. يعني للأسف بايدن لم يترك لنا صديقا، عاد السعودية، عاد الإمارات، عاد إسرائيل، لم يترك دولة لم يعاديها الآن. فهذه مشكلة كبيرة لأنه لا يعرف حمل العصا من الوسط، وكما قال يعني وافق سيد كوهن يسمع لجهات يسارية جدا وحساس جدا نحو الإعلام اليساري، هذه مشكلة كبيرة. لكن في تاريخ الولايات المتحدة بايدن 4 سنوات، يمكن حتى يعني حتى لو كان 8 سنوات، نقطة
في بحر التاريخ، فلا يجب أن يعني الدول تكون رياكتيف أو تكون رد فعلها قوية تجاه رئيس ليس يعني ليسوا راضين عنه، ولا الشعب الأمريكي راضي عنه. يعني مستوى الرضا عن أداء بايدن أقل من 30% اليوم، فهناك عدم رضا وهناك بديل اليوم. مكارثي يطرح نفسه كبديل لهذه الدول التي لديها مشكلة مع بايدن ومشكلة مع حزب بايدن، أن يكون هناك العلاقة محمية بشكل أو بآخر مع الولايات المتحدة. فهذا ما يحصل اليوم. بموضوع إيران، الموقف الأمريكي من إيران واضح بشكل كامل، هو متوافق مع الموقف الإسرائيلي. نعم. لكن للأسف هناك دول في المنطقة تحاول العمل مع إيران. صحيح. والمنطقة تتغير الآن من حولنا في الولايات المتحدة. نعم. لكن فشل كل مرة. أشكرك. للأسف انتهى الوقت. سيد حازم الغبر المستشار الأسبق في الخارجية الأمريكية ورئيس مجموعة فرونتيرز الاستشارية من واشنطن، ومثل أبيب دكتور إيدي كوهين المحلل السياسي، ونقص دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. شكرا جزيلا لكم، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. وبهذا نصل إلى ختام نشرة هذا المساء. تابعوا المناظرة اليومية بعد قليل. إلى اللقاء.